ازاي حضرتك يا ام محمود؟ ازاي حضرتك؟ اتفضلي. دكتور عمرو. الحمد لله، فضل ونعمه. ربنا يديك الصحه يا رب، اهم من كل شيء، اهم من كل حاجه. يا سلام، ربنا يحفظك ويديلك الصحه ويبارك فيكي ويحفظك ويحفظك. انت انا عملتين مراتي. طيب. بنتي خدت الذهب كله، هل انت جدعان فيها ولا هي تاخده كله؟ بنتك انا بقول لها اديني علشان اعرف اوزع عليهم، وبنتي ليكي حق معاهم. مش راضيه، طب اديني البسهم، لا مش راضيه. يعني بنتي السؤال الاول، الثاني كنت طب معلش قبل ما نخلص السؤال، حاجه ام محمود، معلش السؤال الاولاني عشان بس اكون اتاكد ان انا فهمته، بنتك خدت الذهب بتاعك كله ومش عايزه تدي لاولادك لبقيه العيال منهم حاجه، صح؟ الجدعان ثلاثه. فطيب، طب هي خدته ليه؟ بأمارت ايه؟ ما كنتش تعبانه بقى، ما كنتش في دماغي، مش في عقلي، ما كنتش في عقلي. يعني انت وكنت انت تعبانه، ربنا يديك الصحه ويجمع لك بين تمام الاجر والعافيه، خدت الذهب ومش راضيه تديه لاخواته، ومش راضيه تدي لاخواته حاجه منها. يا رب، هل الجدعان نوم فيها ولا هي تاخده كله؟ لا اجاوب على حضرتك. حاضر يا حاج ام محمود، السؤال الثاني. وبعدين دلوقتي ما بتغدى عطار ايه؟ السؤال الثاني، دلقت ميه بتغلي على فراغ، انا كنت بخاف من الفراغ، ما كانش في حد بيشقلني. دلقت ميه بتغلي على راس فراغ. راس فراغ. ضميري بيجنبني. طيب حاضر، انا اجاوب حضرتك يا حاجه ام محمود. والسؤال الثالث، انا نادر الحاج نادر عجل، لما خف اتبع عجل ويفرقه، هل العجل ده بيتفرق على الغلابه بس ولا الحلايب والغلابه؟ حاضر اجاوب على حضرتك. طيب الثلاث اسئله بتاعت الحاج ام محمود، السؤال الاولاني ام محمود بتسال بنتها خدت الذهب، اولا بنتها لو خدت الذهب يبقى اسمه غصبت الذهب، يعني خدت الذهب غصب عن امها، فهي مش من حقها ان هي تاخد الذهب من ورا امها خالص خالص، حتى لو كانت هي اللي قاعده معاها ومضيفاها وكل حاجه، هي متبرعه، الذهب بتاع والدتها يبقى الذهب بتاع والدتها، فهي اصلا حتى مش من حقها تاخد حاجه لنفسها، المفروض ترجع الذهب لوالدتها ووالدتها تتصرف فيه بدل ما هي لسه عايشه، ده ذهب والدتها وما تاخدهوش وما تاخدش منه حاجه غير لما والدتها تديها، مش هي تاخد الذهب ومش راضيه تدي لاخواتها منها، لا ده مال. وطب وهي لو اخذت مال ده يبقى هي ممن ياكل اموال الناس بالباطل. ايه ده؟ ده امي. في ذمه ماليه مستقله، ده اموال والدتك، ده انا هورثها بعد عمر طويل ان شاء الله، لا محدش عارف مين اللي هينتقل قبل مين. فالاموال دوت مالها وما ينفعش تتصرفي فيه ولا تاخديه لنفسك. ادي اول سؤال. السؤال الثاني، هي يا عيني ربنا يديك الصحه يا حاجه ام محمود، انت بتقولي انا ما فيش حد معايا فاضطريت ارمي ميه على الفار لان انا مش عارفه اوصل، مش عارفه اعمل ايه. انت اللي عملتيه ده جائز وما عليكيش اي اسم وان شاء الله. الحاجه الثالثه، بتقولي انا ندرت ان انا اذبح حاجه، اعمل ايه؟ هل يمكن ان احنا ناكل من الحاجه اللي انا نذرت ان هي تكون نذر؟ لا، النذر هيخرج لله كله. خلاص؟ نعم.